الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إثنين عز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إثنين عز، الفيديو يونيتا الرسالة الثانيتا إن شاء الله تعالى أوجهها لأخي وحبيبي طارق ابن علي. أقول لك يا أخي أحبك في الله، أشحف ربي سبحانه وتعالى. قال شو من عز قولنيش السنة قيت سنيش ونيوش السنة قواش السنة شا أمري إثنين عز من صراع شان الشباب شان يوذن تقين شان تعليقي في مين عز والله ما وضبيع ما وضبيع ويس ويس ما ديري ومسر حاشا يمسر مديني ورن ميني حاشا المؤمن يتزجى يتحفظ من الصلوات ينصح يوذن حاشا مديني الهاد النوني أي شفا تهمت السرقة والعياذ بالله الطاس من الشباب أمري تهمت السرقة ونش والله العظيم شيء ما انت فغاس مغربير في لينه في بيت سبان تفغ الصفحات مثل مليئه بالرقص والاغاني والصور الفضيحه فقال سبحان الله رينا يقانق كمي وقصح رينا يقانق كمي وذي شفان اثنين عز ما مش غيبو مثل ما ليت هم وماس امسل السارقه يتقسن غير حرب طاس ارميوه يعني غايني في تهمن اذ ظرمن ستموع التماسيح يتقسر حرى التصوم يمعز ما مش غير ضرب ذو ماشى مسرم أمشك يحمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه والثياب القصير افتهمت دموع التماسيح أو من يعز والله لي تقسر غير حرى الطاس أقنا نشتغل سلعوي بالمغنى مزوى أو من يعز فكاش كثير هاي غير يفض واحد عمش ربما نجمها نتعصر باش يكفر وحده، ربما ما تتصب تفيقي، ربما تعرف نفسه في التاري، او ما يعز بارك الله فيه، قال ربي سبحانه وتعالى يقرن بصوره الانفال فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، ربي سبحانه وتعالى يتمرن غسي اصلاح ذات البين، وذي الايه المغني يقرن انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم. من إذا غتما ربي سبحانه وتعالى من عزة الإصلاح ذات البين من منشي موحدين من منشي نتجه غير القبلة واحدة نعبد رب واحد نشهد التوحيد لأن الأصل فينا كموحدين أن نكون على قلب رجل واحد والأصل في الموحدين جميعا أن يكونوا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى اثنين عز شنو وجد مغنى النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى اثنين عز قال المؤمن يقال بسرعة المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا ما روض المؤمن تتكس المؤمن مريخي يقوم ماسكسك السمنس اثنين عز تخزى لأين وصل بنا الحال اثنين عز أصبحت الكراهية في قلوب بعض المسلمين مش نوج تم من دول عياذ بالله خورة ونس في الفاد قد جي قد تزر مغابشة شعر الفتنة التوريد تعلق تاريني تدعى لا حول ولا قوة إلا بالله قال النبي صلى الله عليه وسلم يقارن اتعلمان فارماسيا الدواء من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ونتو يؤمن لرب سبحانه وتعالى وغسعين اليقين أن نبيب يوم القيامة جيف السنس مريك كاغد السيوري قال النبي صلى الله عليه وسلم مريك أغيطق أغياظ أقمو ويقى إلا خير مريت ولا نورني وبسبور خير أبيسقى خاز من الصمت من عز والله نعمة رحمة وقاية شيء ما من هذا متى يسقى أغبو من مزدش مري يسقى 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 أنت نبي ينطق والله من عز يضيع سك خمس التلو ماش المؤمن المسلم دموع التماسيح أو من عز بارك الله فيك حاشا المؤمن ديني هذا حاشا المؤمن ذي قذف أماس المؤمن سرعادة حاشا يمسر بذي السشع وماس مسر إلا يسيد التليفون راغيت أخزاء حقق تحقق سي حديث النوني ومع ذلك وخذ في التميش الناصح وماش وفتح شاه قمر النصيحة اللي جاي وذنب قتل التعقب بالفضيحة ومن عز والله نزار دعاء تمام
دعاء مغني راذني فلان أخطأ للتعليقات جاي وذمار نشي نسن بأن يوذنينا لكن غيرنا كان عيش في الدنيا حالنا بحضر ربي سبحانه وتعالى رب دانا مواقن تبانا رب دانا مواقن من حضرنا مغنس سنيت ثانيتا ولكن قسم ما عليك نادي تعلق غاس مش الأدلة خو مثل طارق بأنه تاشع ومثل طارق تاشع تيري قين تدخل فيسبوك والله ما غاس ما عليك غاس تيري قين وغاس إلا إرهادة سنتي تفرنس بورنس مي خسارة تعليق تدخل فيسبوك أي شفا قاتل شعر عباد الله شكت شعر سيس من الدين أبو عشماء نهرم أني أمتش المصطلحات المغني الله يثني بيس أنا عايز أفكر ذي مهاني مشوا مش حالي في مشاعر حنتو تعيش بكي سنموت من رؤاك من ربي سبحانه وتعالى أو ما يمعيس انتو بغى ربي سبحانه وتعالى قوى ذيك مفعد سوى مفعد سيء ما نقا تنفعد إلا إخفنش أو ما يمعيس قوى كيش تكسي دوال إلا الأعمال مش حتى يصبح صدرك يحمل قلبا سالما ما ينو ما يمعيس ما يمعي ربي سبحانه وتعالى قال لا ينفعك مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أو من يعز قال لا قيقم ما يفتح دور أقم ما واني تنفتح دور يخصان أو من يعز قميني تكون باور نش ذمانيني دي السفوق ممت إنني في تسبب لتطمئن قلوبكم تقوى خصوة دين يجل ما هاتو غيقوا غكيز دي طموبي نارا برخباج من الأسرة تيري بجن تبتاف وغاس نشاف إني وكيل روح غكيس غايج من المجازة غايج من سوبر مارشي مسقط كارو من اللي تبين الحوايج جوع غير كارو سوفوسي أقسم بالله اللي عيشت في صلاحة مرة فينا جوع غير كارو سوفوسي نو كنت يتعمد في كارو يتعمد 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 ما رمي كلا جاكوزي انخدص انفض إن هي الحكي روح غكيس غاكد داخل مواليتا أنا بد من الضعب يجيد من أين يمي كثمارة إني خوي فارس إني قاعد سقاط بخاسك وشدس كون براي فارت فاقبت قاعد سقاط برسوني خاس قاعد غاس وشي غسلني كثيرني إشكارني يحواد إشكار ومثل مختارك إسفاحي داش بس الحال نير كيس لتموغين نويا إفنين عيس مين مين تقدجي؟ مين مين تقدجي غير حكم؟ أشوف الشاب أو مين عز في الحديثة ونيتا أخي وحبيبي طارق أجد كاس الحديثة ونيتا للنبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على أمتي سنوات خدعات يكذب فيها الصادق قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سنتشين رسلي خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب والعياذ بالله قال الرئيس ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه السفيه ينطق في أمر العام أذكذب الصادق ونقا ثبت وصدقا الكاذب ونقا خارقا أذسين الشك يقشك على صواب على حق ويؤتمن فيها الخائن أشفى أذسين الشك أذس قاعدنا ورمس ويخون فيها الأمين الأمين أثار الدشفة وقنغ ذي سيد من عز وينطق فيها الرويبضة أديه كايج أور من سبيري أفبرتجة السقعدة غالمي نص ربما خسيه سي الأموال أدي بذا أدي السوى في أمر العام الجتافه من عز والله سنة وتفينا أنت عيشي فنت أقام غذي سنت أنت وارفت تزري ما يثمين عز شان المغني قد فنت تزري مشان
جن 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 راقصة قانس قشد تشفاف زري مشان المغني إيكس 60 مليون شان الروم عوفو هذا شو بار حساب إيكس يدخل منصة أزين ساعات إفتن زيس الشباب الشابات الفتيات يوم ما تبغي عزمي كريت بتاعوا جيري إيموناس السب الشتي يصبا أمين عزم هذا شيء يخصبا هذا شيء أمين عزم صبر جميل أمين عزم شيء حفظ ربي سبحانه وتعالى هذا من رب العالمين البركة تغزم المسمى أمين عزم ما لا سخيق شانو ما غير شانو جمال شانو واجمع قاوم سبحانه أمين عزم تلغو السبب المسمحة والله ما عزو إلا نرنشي السبب إن شاء الله تعالى من إصلاح ذات البين ذكر كل ويف من عزيز محمد ربي سبحانه وتعالى قوى ذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين هذا من رب العالمين البركة كل يحفظ ربي سبحانه وتعالى وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.